السعادة إجا ليكبر بالأمة. أكثر الأفكار اللي طرحهم بهديك الوقت عم تثبت صحتهم هلأ. لكن لا مجال لسعادة أن يبقوه على قيد الحياة. فيش محاكمة بتصير 24 ساعة كده. هو ما كان عارف أنه بالسر كان حسني الزعيم يتواطأ مع إسرائيل. إعدام أنطون سعادة هو جريمة ضد حقوق الإنسان. لكي تكون حراً في وطنك أنت تضحي. في تلك اللحظة وددت لو خبأت بجبتي أو بين ورقيت إنجيلي إن عظامي لترتجف كلما ذكرته. مبادئك حية ولن ينساك أحد يا زعيم. كل حياته كلها وقفة عز، ما في وقفة ذل واحدة أبداً. أنطون سعادي الغائب الحاضر في جزئه الثالث والأخير يأتيكم الأحد التاسعة مساءً بتوقيت القدس الشريف.